أعلنت جامعة سوهاج عن اتخاذ إجراءات عديدة لإلغاء العمل نهائيا بالنظام الورقي والتوجه إلى النظام الإلكتروني، كما أكدت الجامعة على استمرار العمل نحو التحول الرقمي بشكل كامل في امتحانات مختلف كليات الجامعة. التحول الرقمي مسار تمضي فيه الدولة بخطى متسارعة لتسهيل الإجراءات على المواطنين. جامعة سوهاج أعلنت عن خطوات جادة وسريعة نحو إلغاء العمل بنظام الامتحانات الورقية نهائياً واستبدالها بالنظام الإلكتروني بجميع الكليات. الجامعة أعلنت أيضاً أن ذلك يأتي تزامناً مع استمرار العمل بنظام المنصات الإلكترونية لمختلف إصداراتها ومسمياتها وتدريب الكوادر البشرية وتطوير المقررات الإلكترونية لتتناسب مع فكر وطبيعة عمل تلك المنصات والهدف المنشود منها. كل أبناء هذا القطاع يؤدون الاختبارات بالنظام الرقمي على أجهزة الحاسوب. باقي كليات الجامعة كلها بتأدي الامتحانات بنظام استخدام نظام البابل شيت المميكن الذي يتم تصحيحه أيضا باستخدام ماكينات التصحيح. بالتالي إحنا بننحي تماما العامل البشري في أنظمة التقويم سواء التصحيح أو الكنترولات. ومع نجاح التجربة في عدد من كليات الجامعة، تتجه إدارة الجامعة خلال العام الدراسي الجديد لتعميم الاختبارات الإلكترونية وإلغاء العمل بالامتحانات الورقية بشكل نهائي. الامتحان الإلكتروني أفضل بكتير طبعا من الورقي، بحيث أنك أنت بتطلع تبقى عارف الدرجة واثق من درجتك، ما فيش شك أن مثلا يكون فيها تغيير، طبعا ما بيبقاش فيه شوشرة زي الورقة وكده، فأنت منك لجهازك. لا طبعا الإلكتروني أحسن من الورقي، عشان الورقي بنكون حافظينهم كده وحاطينهم على طول. بالعكس الالكتروني بيكون فيه اسئله يعني فهم شويه، وكمان الالكتروني بيخليني اعرف درجاتي انا وطالعه، اعرف انا قصرت في ايه، ماده كذا انا لا مش كويسه فيها، لا ماده كويسه فيها. الامتحان بيعتمد على الفهم اكتر، ما بيبقاش فيه تدخل بشري. افضل من الورقي لأنه بيخليني أشوف الدرجة بتاعتي أول بأول، يعني بتصحح أول بأول. الاختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة والشفافية، وهو الأمر الذي تسعى الجامعات المصرية ومنه جامعة سوهاج على تحقيقه من خلال توفير كافة الأمور التقنية والتجهيزات، خاصة خطوط الإنترنت فائقة السرعة، لتصبح الجامعات أحد النماذج الهامة في الاستفادة من التكنولوجيا المصرية.